شام أبا يجب أن يتحاور، يجب أن يعترف بالواقع من أجل إيجاد حلول. حل لا يخدم طرفا على حساب الآخر، بل حل يخدم الجميع، لأن من يعاني من آثار المادة 155 هم الكتالانيون، الشركات التي تغادر الإقليم والاستثمارات التي تغادر الإقليم، كل هذا يتم على حساب سكان الإقليم. وخلال السنوات الأخيرة قلنا عدة مرات أننا مسؤولون عن قراراتنا، وهذا ما سيخدم مصلحة البلد، والجميع يود أو مصلحة الجميع. والمادة 155 تهددنا في الحقيقة ولا تخدم المصلحة العامة. وحان الأوان أيضا لتقديم تعويضات لما تكبده البعض من خسائر. هذه هي الرسالة التي كنت أود أن أوصلها باسم جونس بير كاتالونيا، وإن كانت لديكم أسئلة اطرحوها وسأجيب عليها، ومن فضلكم قدموا أنفسكم عندما تطرحون سؤالا. لم نسمع السؤال، ولكن إذن اقتراحي يرتكز على نية خالصة، وكما قلت لا أقترح أو أطالب بأي شرط مسبق. ومن يتابع الأمور في كاتالونيا وفي إسبانيا مقتنع بأنني أريد الحوار وأريد إيجاد الحل. بعد الانتخابات وبعدما حاولت الحكومة الإسبانية أن تقوم به لكي تشكل هذه الانتخابات استفتاء لتطبيق المادة 155، يمكن أن نقول أنه على أو كحد أدنى حصلنا على الحق في أن يسمع صوتنا وأن يسمع لنا. ما هو رأيكم بشأن المستقبل بصفة عملية؟ المستقبل السياسي في دولة ديمقراطية يجب دائما أن يرتكز على خيار المصوتين، ولا يمكن أن نتصور أن لا نطبق نتائج الانتخابات. قلت أنني مستعد للقاء سيد راخوي، لأننا نعرف جميعا أن نتائج الانتخابات في كاتالونيا لم تقبلها الحكومة الإسبانية بعد. لا أعرف موقف سيد راخوي إلى حد الآن. ولا يمكن أن نمضي قدما إن لم نحترم نتائج الاقتراع، هذا شيء ضروري في كل ديمقراطية. وهذه النتائج على أساس نسبة المشاركة العالية تطلق رسالة واضحة، ويجب كما قلت أن نعود إلى السياسة. وأود أن نعرف موقف الحكومة الإسبانية بعد هذه الانتخابات. سبق وأن تحدثت في الهاتف، وعندما عينت رئيسا للحكومة الإقليمية لم يتصل بي السيد راخوي لكي يهنئني، أما أنا فقد سبق أن اتصلت به عندما عين رئيسا للحكومة. ولا مانع عندي لكي أكرر هذه المبادرة. أنا أحترم وأقدر المؤسسات، ونحن الحكومة الكتالونية انتخب برلمان مشروع،
وهذه الحكومة يمكن أن تستعيد شرعيتها الآن، يجب أن نعامل بالمثل، ويمكن أن نرى مبادرة طيبة من رئيس الحكومة الإسبانية إذا ما قرر أن يتصل برئيس الحكومة الكتالونية الشرعي. أنت هل أنت مستعد لكي تعود إلى كاتالونيا؟ أكثر من 2,200,000 ناخب صوتوا من أجل الاستقلال، وهذا واقع وليس وهما. ونظرا أو في سياق ديمقراطي، الحكومة الإسبانية يجب أن تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية. نظمت انتخابات في ظروف جهنمية لنا جميعا، وأنا اضطررت إلى تنظيم تظاهرات سياسية بالأقمار الصناعية، وجونكيراس أرسل خطابات إلى وسائل الإعلام، ومسؤولون آخرون تعرضوا للرقابة وغير ذلك. ولكن رغم كل هذه العوائق نجحنا في تجاوز عدد المصوتين من أجل الاستقلال، وبكل صراحة هذه النتائج تبين أنه يجب أن نغير الأوضاع. السيد راخوي يدعي أنه جرب أي شيء، ولكن هذا غير صحيح، لم يطبق حلولا سياسية. وبما أننا ديمقراطيون فإنه من واجبنا أن نعود إلى السياسة، هذا من واجبنا. من يقول أن نتيجة تصويت المواطنين غير مهم، لا أتفق معه، هذا مهم، ولا سيما نظرا للنسبة العالية من المشاركة. إذن أتوجه إلى السيد راخوي لأطلب منه أن نعود إلى السياسة، إلى العملية السياسية. إذا ما رفضت الحكومة الإسبانية دعوتك، ما الذي ستفعل؟ ما أود هو أن يسمع الجميع ما نقول، لأنه يجب على الأقل أن يسمع لنا. يجب أن تسمع أن الحكومة تنصت الحكومة الإسبانية لنا والمؤسسات الأوروبية أيضا، خاصة أن حلول السيد راخوي فشلت. ما الذي أطلب به هو أن ينصت لنا. لا يمكن أن نجد حلا مستديما لمثل هذه لمسألة بمثل هذه الأهمية لأوروبا إن لم نفعل هذا على المدى البعيد وبصفة سياسية. وأود أن يسمعنا الجميع وأن تسمعنا الحكومة والدولة الإسبانية. كيف يمكن أن تتجاهل الحكومة الإسبانية هذه النتائج التاريخية؟ كيف يمكن للحكومة الإسبانية أن تمنع الرئيس الشرعي من أن يعين رئيسا للحكومة الإقليمية؟ هل تنوي العودة إلى كاتالونيا؟ إذا ما عينت رئيسا للحكومة الإقليمية فهذا يعني أن كل الضمانات متوفرة والظروف ستكون متوفرة، وحينئذ سأعود إلى كاتالونيا، ويجب أن يطلق سراح كل المعتقلين. يجب أن يفرج عن هؤلاء. والسيدة سورايا سانس دي سانتا ماريا المسؤولة الحكومية عن الإقليم اعترفت بأن السيد راخوي حاول أن يقطع رأس الحكومة الإسبانية. Thank you.
D'accord. Non, d'abord, c'est très curieux que s'agissait d'une élection régionale, mais هذه la انتخابات participation إقليمية enthousiaste ورأينا فيها مشاركة رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس ودعم عدة مرشحين سيما مرشحي حزب سيودادانوس والحزب الشعبي الحاكم. من الغريب أن نرى هذه المشاركة الفرنسية في انتخابات إقليمية وخاصة وأن هذا الشخص دعم دائما المواقف الأوروبية. ثانيا لا أطلب من الاتحاد الأوروبي أن يغير موقفه، من حق المؤسسات الأوروبية أن تواصل تقديم الدعم للحلول الإسبانية، حلول سيد راخوي رغم فشلها، ولكن ما أطالب به هو أن يسمع صوتنا بعد فوزنا في الانتخابات، أن يسمع صوتنا بعد أن أعرب 5.5 مليون مواطن أوروبي عن آرائهم السياسية بنسبة مشاركة عالية. أظن أن هذا يمنحنا الحق في أن ينصت لنا. لا أظن أن ما أطلبه مستحيل ولا أطالب بأي شيء غير معقول لا يتفق مع قواعد اللعبة وقواعد الاتحاد الأوروبي. والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية سبق وأن أعربت عن مواقف في الماضي، ويجب الآن أن يستمع لنا. هذا أضعف الإيمان. يجب بالطبع أن تستمع المفوضية للحكومة الإسبانية، ولكن بكل تواضع يجب أيضا أن تستمع هذه الأغلبية البرلمانية الجديدة في كاتالونيا. هل ستتفاوضون مع حزب لاكوب لتشكيل حكومة؟ الأرقام لا تبين هذا، فقد شاهدنا البارحة تغيرا كبيرا في الانتخابات أو في الساحة السياسية في كاتالونيا، وأصبحنا قادرين على أن نشكل حكومة بين حزبي. مشاهدينا تابعنا جانبا من المؤتمر الصحفي لرئيس إقليم كاتالونيا كارلوس بيجمونت، تحدث فيه عن نتائج الانتخابات التي أجريت مؤخرا ونتيجة تصويت المواطنين، وقال أنه يطالب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بأن يعود إلى العملية السلمية من جديد. وفي رده حول إذا ما رفضت الحكومة الإسبانية ذلك، فقال أنه يجب أن يسمح لهم وأن تنصت الحكومة الإسبانية أيضا لهم والمؤسسات الأوروبية. فكيف يمكن الحكومة الإسبانية أن تمنع رئيس الشرعي من أن يكون رئيسا للحكومة الإقليمية، مطالبا بإطلاق سراح كل المعتقلين والمسؤولين الحكوميين في الإقليم، ويطالب أيضا بمفاوضات مع المفوضية الأوروبية وأن تستمع لهم، لأن هذا حق له ولا يتفق مع قواعد الاتحاد الأوروبي. متابعتنا مستمرة مع حضرتكم على مدار اليوم، كونوا معنا دائما. إلى اللقاء.